السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على بعض المعلومات على كلية الطب والصيدلة FMP الدراسات الطبية. أهداف التكوين: يهدف التكوين إلى إعداد أطر عليا تستجيب لحاجيات العلاج ومحاربة الأمراض والوقاية منها. بالنسبة لمدة التكوين فهي 7 سنوات. فيما يخص التكوين الطبي يحصل بعدها الطالب المتخرج على الدكتوراه في الطب. تكوينات أخرى بكلية الطب والصيدلة بالرباط: هناك 3 مسالك: مسلك الإجازة المهنية، ومسلك الماستر، ومسلك الماستر المتخصص. بالنسبة لشروط الترشيح فيشترط في المترشح أن يكون مسجلا بالسنة النهائية من سلك البكالوريا لسنة الترشيح، أو حاصلا على شهادة البكالوريا في مسلكي العلوم الرياضية ألف أو باء، أو مسلك علوم الحياة والأرض، أو مسلك العلوم الفيزيائية، أو مسلك العلوم الزراعية، أو ما يعادلها. بالنسبة لكيفية القبول فهناك انتقاء أولي بناء على المعدل العام المحصل عليه في امتحانات نيل شهادة البكالوريا، 75% للامتحان الوطني، و25% للامتحان الجهوي. اختبارات كتابية في المواد التالية: علوم الحياة والأرض، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء. بالنسبة للمدة الزمنية فهي 30 دقيقة والمعامل واحد. بالنسبة لملف الترشيح، بعد فتح باب الترشيح تسجيل في المباراة يتم عبر البوابة الإلكترونية للكلية المعنية. الترشيح يخضع للتوزيع الجغرافي، وفي حالة وجود صعوبة في التسجيل يتعين على المترشح الاتصال بمصلحة الشؤون الطلابية بالكلية المعنية. نسخ الإشعار الإلكتروني المتوصل به بعد التسجيل على البوابة الإلكترونية للكلية. بالنسبة للمدن التي تتواجد فيها تلك الكليات فهناك الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، وجدة، طنجة، أكادير. وهذه هي المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الكليات، وبالتوفيق للجميع.